Willkommen bei unserem Kanal an der Talaa'a Islamischen Sprachschule. Wir wünschen euch viel Erfolg und alles Gute. Hallo. Hallo, Gamma. Wie geht's euch? An den ersten Sekte? زي الفل كده كلكم معايا سامعيني ثانية بس أقبل زميلكم الحمد لله يا حبيبي اللي بيسألني طيب النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع هو مش موجود في البوكلت بس هو سؤال جديد عليكم يعني انتم متعودين في سنة رابعة وسنة خمسة بتكتبوا بيجيب لكم بيلد وبتكتبوا على الصورة دي كلمة صح؟ بتكتبوا words والارتكل بتاعتها صح؟ تمام؟ النهاردة بقى هنتعلم مع بعض ازاي يجيب لك بيلد صورة وانت تكتب تحتها جملة معايا سنة ستة؟ النهاردة التيمة بتاعتنا ازاي نعمل جملة لما يجيب لك صورة جت في البوكت ايوه في البوكلت بس مش في البوكلت ده يعني ايه زوتس يعني ايه جمله ازاي اكون الجمله تمام طيب تاني بكرر انتوا النهارده هناخد نتدرب مع بعض كده اهو ان شاء الله على ازاي نعمل جمله تحت الصوره انتوا كنتوا متعودين في سنه رابعه وسنه خمسه بتكتبوا كلمه واحده كلمه بس صح النهارده هنتدرب مع بعض نعمل جمله طيب يعني ايه their ذاتس their ذاتس يعني الجمله their ذاتس يعني الجمله احنا عندنا their ذاتس جمله بتتقسم لنوعين جمله خبريه وجمله استفهاميه جمله خبريه وجمله استفهاميه النهارده احنا هنتكلم بس عن الجمله الخبريه اسمها ايه بقى their او zage ذاتس their او zage ذاتس يعني الجمله الخبريه ازاي اعمل جمله خبريه صحيحه تمام؟ سامعيني كده؟ أيوه أنا هعمل ده ميس في ناس عامل صوت في ودني مين اللي بيعمل كده؟ هو ده مايك عن حد وحش جدا ماشي طيب النهاردة احنا هنتكلم عن الجملة وأول حاجة فيها هي الجملة الخبرية دي أو الزاج زاتس طيب الجملة دي اللي عايز حاجة يقول لي في الشات يا أولاد أنا عملت ميوت عشان الدوشة اللي في ودني دي طيب الجملة الخبرية دي بتتكون من إيه أو إيه هي مكونات الجملة؟ ذاتس أوف باو أول حاجة زي ما إحنا متعودين الزوبيكت الإيه؟ زوبيكت اللي هو الفاعل زوبيكت يبقى الجملة الخبرية أول عنصر فيها هو الزوبيكت الفاعل طيب يا فراء إيمان الفاعل ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يبقى إيش دو إيه إس زي الضمائر كلها اللي إحنا متعودين عليها اللي هي البرونومن خلاص؟ ممكن يبقى ايه تاني ممكن يبقى اسم بني ادم مثلا احمد محمد منى وهكذا بس النهارده انا عامله لكم ليه الباي شبيله كلها على ايش معظمها على ايش علشان ما تتلخبطش يعني ما حدش يتلخبط كده لما يجي له صوره ان الناس اللي هي عارفه القاعده وحافظاها كويس تستخدم ار وزي واحمد ومنى وتصرف الفيرب مع الزوبيكت انما عشان الناس التانية اللي ممكن ما يكونوش عارفين ممكن يتلخبطوا انا النهارده استخدمت لكم ايش بس معظم البايشبيلة بإيش خلاص طيب يبقى أول عنصر عندنا حبيبتي الصوت زي الفل اللي عايز أي سؤال يسأل في الشات خلاص طيب يعني زي ما قلنا كده الجملة فيها نوعين الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية النهاردة احنا هنتكلم على الجملة الخبرية علشان لما يجي لك صورة تقدر تقول جملة خبرية تحت الصورة جملة صحيحة طيب أول جزء من مكونات الجملة الخبرية زوبيكت اللي هو الفاعل قلنا الفاعل ممكن يكون إيه؟ ممكن يبقى ضمير برونومن إيش دو إيه أس زي وبقية الضمائر كلها ممكن يكون إيه تاني يفرو إيمان ممكن يكون اسم شخص وممكن يكون نومن كلمة بأرتكل يعني مثلا زي تسوم بايشبيل داس بوخ الكتاب تسوم بايشبيل ديا راب ديا أف الارض الغراب ده برضو نعتبره زوبيكت تمام يبقى الزوبيكت عندنا تلات انواع لا اما اسم علم لا اما اسم بالاداه بتاعته لا اما الضمائر الشخصيه
طب ليه افراء وايمان انت هنا كاتبه كله ايش ايش والضمائر الشخصيه عشان ما تتلخبطوش. الناس اللي هتبقى فاهمه القاعده كويس جدا تقدر تستخدم اي حاجه غير ايش. طيب الناس اللي هتتلخبط احفظ الـ 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 يعني او افهم ايش وبس علشان ما تتلخبطش في الضمائر التانية والاسماء التانية. خلاص. طيب تاني حاجه هتيجي بعد السوبجكت الفيرب. خلاص احنا متعودين ان الفيرب على طول كومت ايمر نمر تسفاي. داس فيرب كومت ايمر نمر تسفاي. ان الفيرب على طول بيجي رقم 2 في الجملة. يعني اي حاجة تتحرك حوالين الفعل بس الفعل اعمل زي الملك كده. زي الكونش بيبقى رقم 2 ما بيتحركش. خلاص الا في حاجات قليلة جدا. ماشي. بعد كده بقيت الجمله اللي هي rest this zatsus. بقيت الجمله ايا كانت ايه هي بقيت الجمله لعبه حيوان جر ومجرور اسم شيء الحاجه بقى اللي جايبها لك مثلا في البلد. خلاص تمام. طيب اهو. طيب ناخد بالنا بقى واحنا بنعمل الجمله الخبريه ان احنا عندنا قاعدتين بنتكلم عنهم من اول الترم هي قاعدة الأكوزاتيف والنوميناتيف. طيب الأكوزاتيف ده بيجي معاه أفعال إيه؟ هابن، مشتن، براوخن، إيش فونش ميع، كوفن، إزجبت. يبقى أنا لما أجي أقول أي فعل من الأفعال دي بعد الزوبيكت نركز جدا في الأرتيكل بتاعت الكلمة. طب لو أداة الكلمة دي دير يبقى هتتأثر بالفيرب ده وهتتحول هتبقى أينن أودن. خلاص؟ تمام؟ كله كده زي الفل. اللي عنده اي سؤال يسال في الشات انا معاكم. طيب اول اهو بايش بيل اير اهو ده السوبجكت. هات اهو الفيرب وتصرف مع السوبجكت. خلاص الناس اللي هتتلخبط ومش هتعرف تستخدم اير وزي ومنى واحمد ومثلا تصوم بايش بيل دي اف والكلام ده خليها في صيغه ايش. لما يجي لها صوره تقول ايش على طول. الناس اللي هتتلخبط تخليها في صيغه ايش علشان ما تتلخبطش. تمام. طيب الناس اللي بتقول عيدي تاني ماشي ركزوا معايا يا حبايبي. النهارده احنا بنتكلم عن سؤال في الامتحان. السؤال ده مهم جدا انتوا مش متدربين عليه. طيب السؤال ده ايه قصته؟ ان هو بيجيب لك صوره وبيقول لك اكتب جمله. خلاص شرايبن زي اين ريشتيج ذاتس. اكتب جمله صحيحه. طيب انتوا خدتوا الجملة في سنة رابعة وفي سنة خمسة بس احنا النهاردة هنعمل عليها فيدر هولونج. يعني هنعمل مراجعة بسيطة كده ونشوف الجملة الخبرية بتتكون من ايه. اول حاجة عندنا دير زاتس اللي هي الجملة. احنا قلنا الجملة بتتكون من جملة خبرية وجملة استفهامية. الجملة الخبرية اسمها دير او زاجا زاتس. دير او زاجا زاتس. دير او زاجا زاتس. تمام؟ يعني الجملة الخبرية. طيب قلنا الجمله الخبريه دي ايه الاستركتور بتاعها مكوناتها او شكلها الفورم بتاعها عامل ازاي. قلنا اول حاجه السوبجكت اللي هو الفاعل واحنا عارفين الفاعل ممكن يكون ايه. ممكن يكون الضمائر كلها اللي احنا عارفينها. ممكن يكون اسم شخص احمد محمد منى ايا كان. ممكن يكون اسم وليه ارتكل. خلاص زي مثلا سون باي سبيل داس بوخ الكتاب دي اف الارض. كل ده كده هو بنعتبره ايه فاعل. طيب تاني حاجة بتيجي هو الفعب داس فعب. احنا قلنا ان في اللغة الالمانية على طول الفعل بيجي رقم 2 وركزوا معايا سنة 6 انه الفاعل والفعل ما فيش حاجة تفرق ما بينهم ابدا. يعني ما لقيش حرف جر في النص ولا اداة ولا ايا كانت ايه هي الحاجة. لا الزوبيكت على طول وراء الفعب. خلاص تمام يا حبيبي اللي بيسأل عن معاني الأفعال. أنا لسه بشرح هقول كل حاجة ما تقلقش. أنا بشرح وبقول كل حاجة مش هخلي أي حاجة مش هقولها. طيب السوبجكت والفيرب وبعد كده rest this sentences اللي هي بقى الجملة اللي هي الحاجة أصلا اللي جايبها لك في الصورة اللي بيقول لك اكتب لي جملة عليها. طيب ليه أنا مستخدمة الصيغة بتاعت إيش عشان تبقى أسهل وما تتلخبطوش. خلاص ماشي. طيب ايه هو الزوبيكت. هات الفيرب اللي هو يملك او لديه فيرب هابن ومتصرف مع اير. خلاص طبعا احنا حافظين الافعال كويس جدا وعارفين ان دي بتعمل اكوزاتيف.
احنا خدنا الحصه اللي فاتت السيشن اللي فات خدنا الافعال اللي بتعمل اكوزاتيف وقلنا يعني ايه اكوزاتيف وبيأثر ازاي على الجمله وبيغير ايه واتكلمنا في الموضوع ده كويس جدا. النهارده بقى الافعال دي احنا هنصرفها مع السوبجكت اللي هو الفاعل عشان لما يجي لك صوره تكتب جمله صحيحه. تمام؟ ادام قلت فاعل مثلا قلت ايش يبقى لازم الفعل نهايته ايه. طب لو افعال غير منتظمه بتبقى حافظ التصريف ايه هات هات ده اللي هو فيرب هابن ومتصرف مع السوبجكت اللي هو ايه اير. خلاص يعني يا حبيبي اللي بيسال يعني اللي هي العصايتين اللي بتمسكهم بتتزحلق بيهم على الجليد. ولو سمحت ما تقاطعنيش احنا بنشرح في حاجه ركز في اللي بشرح فيه دلوقتي. تمام؟ طيب المثال الثاني اهو اينن. المثال الاول ما خلصناهوش اينن فوسبال. احنا عارفين ان فيرب هابن بيعمل اكوزاتيف وحافظين كويس جدا فوسبال اداه هدير عشان كده بقول لكم احفظوا الكلمات الفورد شاتس بالارتكل بتاعتها ليه علشان هيجي لك اكتب جمله لازم تكون كاتب الاداه صح. طب لو انت مش كاتب الاداه صح يعني كاتب الجمله صحيحه مصرف الفعل كويس وكاتب الضمير وكاتب اسم الحاجه اللي في الصوره بس مش كاتب الاداه هتنقص حاجه بسيطه. طب ليه ننقص؟ لا احنا نبقى حافظين الفورد مع الارتكل بتاعتها. خلاص؟ طيب اير اللي هو السوبجكت هات اللي هو الفيرب اللي هو فيرب هابن ومتصرف مع اير. وقلت لكم عشان ما تتلخبطوش نخلينا في ايش على طول. الناس اللي قادره تستخدم القاعده كويس وقادره تصرف الافعال مع الفاعل وتحط القاعده كويس تستخدم اي ضمير تاني عادي. تمام؟ الناس اللي هتحس نفسها تتلخبط وهتوه تستخدم قاعده او تستخدم نمط ايش انا. خلاص؟ والفيرب يبقى اخره ايه على طول. تمام؟ اهو ايه هات اينن فوسبال. طب احنا عارفين فوسبال اداه هديه وهنا تحولت في الايه في الاكوزاتيف عشان فيرب هابن. يبقى ركز جدا على مع الافعال دي بتعمل ايه اكوزاتيف بلس اكوزاتيف. خلاص اداه هديه وهتبقى اينن. ممكن برضو تنفع ايه تاني يا اولاد؟ تنفع دن. ايه هات دن فوسبال. يبقى لا اما اقول باداه النكره لا اما اقول باداه المعرفه. ما ينفعش الاثنين مع بعض. لا اما تقول اير هات دن فوسبال لا اما تقول اير هات اينن فوسبال. خلاص؟ ما حماليش حد مثلا بيقول لي اير هات دين اينن فوسبال عشان بس ما يحصلش التباس. لا تحط اداه النكره لا اداه المعرفه. خلاص؟ طيب ايش اهو والصيغه دي اسهل عشان ما حدش يتلخبط. ايش مشت اينن جيم بوي. الجمله دي تنفع على صوره ايه؟ لو جايب لك صوره الاتاري مثلا وبيقول لك اكتب جمله هتقوم حاطط ايش اللي هو السوبجكت انا ومختار اي فيرب من الافعال اللي بتعمل اكوزاتيف هابن مشتن براوخن بكومن كاوفن كل دي افعال بتعمل اكوزاتيف وتقوم حاطط الكلمه وحاطط الاداه في حاله الاكوزاتيف. ها في اي صعوبه؟ في حد عنده صعوبه؟ طيب فيرب مشتن معناه يملك او لديه. قصدي انتشولدجونج ده هابن هو مشتن يعني يريد او يرغب. خلاص ايش مشت اينن جيم بوي يعني انا عايز اتاري او عايز اللعبه دي. خلاص يبقى الجمله دي هتنفع على صوره ايه؟ لو جايب لك صوره كده اهو اتاري اللي هي اللعبه وبيقول لك اكتب جمله اول حاجه هتعملها ايش. الناس اللي فاهمه القاعده كويس ممكن تستخدم اير وزي واحمد ومنى وتبدع براحتها. طب الناس اللي حاسه ان هي هتتلخبط وهتغلط في تصريف الفيرب او هتغلط في الضمير خليك في صيغه ايش. ايش مشت خلاص ممكن بدل مشت بقى اي فيرب من اللي بيعمل اكوزاتيف. وبعد كده طبعا احنا عارفين ان الاداه بتتغير عشان جيم بوي اداتها دير صح. اي هتبقى اينن او دن ودر دن الاثنين ينفعوا. خلاص طيب نمر دغاي ايش براوخ براوخن يعني ايه يحتاج. يبقى هابن ام يملك او لديه مشتن يعني يريد او يرغب براوخن يعني يحتاج. خلاص جاب لك مثلا صوره بوبا عروسه وقال لك اكتب جمله يبقى هتحط اول حاجه اول عنصر عندك اللي هو السوبجكت ايش بعد كده الفيرب اي فيرب بقى من اللي بيعمل اكوزاتيف براوخ مثلا مشت هاب بكوما كوفا. تمام؟ وبعد كده احنا عارفين ان بوبا اداتها دي وان الاكوزاتيف مش بيأثر على الكلمه اللي اداتها دي فهتبقى دي او اين. كله تمام؟ طب ما انا كاتباها
ايوه ما انا بقول، ما انا بقول يا حبيبي اللي بيسال عمر خالد تنفع طبعا، تنفع طبعا. انت ممكن تشيل مشتن، انا بقول لك سومبايج بير، انت ممكن تشيل مشتن وتحط هابن او تحط براوخن او بكومن او كوفن وتصرفه مع ايش. الجمله معناها صح ايش هاب اين جيم بوي، انا عندي اتاري او انا عايز اتاري او انا محتاج اتاري او انا اشتريت اللعبه دي خلاص. ما انا بقول لك اهو انت عندك اختيارات انك تستخدم اي فيرب من الافعال دي خلاص. كله تمام؟ قولي لي في الشات اي استفسار. طيب ايش براوخه ينفع؟ اهو ينفع اشيل براوخه واحط مشت واحط هاب واحط بكومه واحط كوفه خلاص. او مثلا ايش فون شميع تنفع برضو، يبقى كل الافعال دي ينفع نبدلها عادي خلاص. ايش براوخه اينا بوبا، احنا قلنا ان هي الارتكل بتاعتها دي، ينفع اينا وينفع دي، بس انا هنا كاتبه بس اينا، بس الاثنين ينفعوا صح. انا محتاج عروسه او انا محتاج العروسه خلاص، بس ما لقيش حد كتب لي الاثنين. ايوه طبعا، ما انا بقول اهو يا اولاد ينفع اداه الـ 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 النكره او اداه المعرفه خلاص. اكتبها لكم طيب لو انتم تنفع دن خلاص، اهو دن او اينن عشان الناس اللي بتسال ومتلخبطين اهو. تمام، هنا برضو تنفع دن نفس النظام اهو دن خلاص. تمام كده عشان الناس اللي بتسال. ايوه اداه اداه نكره او اداه معرفه الاثنين ينفعوا، بس انا كتبت الايه النكره بس خلاص. هنا اهو بيبقى اداتها ايه، اداتها دي اهو. طيب عشان ما نبهدلش الدنيا هنا، بس انتوا كده فاهمين زي الفل. طيب نوما فيا ايش بكوما اين كاتسو، طيب انا ممكن اشيل بكوما واحط هاب احط مشت احط براوخه اي فعل من الافعال دي، بس ما تنساش ان الافعال دي ميت اكوزاتيف بتيجي مع الاكوزاتيف اهو بلس اكوزاتيف. يعني لما تحط اي فعل من الافعال المكتوبه دي تعرف ان الاداه بتاعه الكلمه اللي اديتها دير هتتغير، هتبقى من دير لدن ومن اين لاينن، والباقي ما بيتغيرش بينزل زي ما هو. طيب ايش بكوما، بكومن يعني يحصل على، احنا خدنا بكومن المره اللي فاتت قلنا ده فيرب جديد معناه يحصل على، بتيجي مع الجشنك الهدايا. انا 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 خدت انا حصلت على كذا، جالك ايه في عيد ميلادك، انا جالي كذا او حصلت على كذا. طيب بكومن ده بيعمل برضو اكوزاتيف، ايش بكوما اينا كاتسو، يعني انا ايه، انا حصلت على قطه خلاص. طيب هنا برضو ينفع بدل اينا ينفع دي زي ما عملنا فوق، بس هنا عشان ما فيش مسافه اكتب. تمام، هنا ايش وونش ميا اهو، ايش سوبجكت وونش الفعل، ميا ده في حاله يعني حاجه كده بس انتوا احفظوها كده، حاجه في حاله الضطيف بس عشان ما تتلخبطوش احفظوها ايش، وعلى طول بعدها وونش ميا والحاجه بقى اللي انا نفسي فيها. طيب قبل ما احط الحاجه اللي انا بتمناها ايش وونش ميا، يعني انا اتمنى، قبل ما احط الحاجه اشوف اداه الكلمه، لو هي دير يبقى هتتغير، طيب لو هي داس او دي او دي بلورال يبقى مش هتتغير. سكيت بورد اين ينفع اداه المعرفه، ايش كاوفو اينن هوند ينفع هنا برضو ايه دين، تعالوا كده نكتبها عشان الناس اللي بتتلخبط اهي دين اهي. تمام خلاص كده يا ولاد، يبقى انتوا كده فهمتوا ازاي بنعمل جمله. طيب دي الافعال، الافعال بتاعه الاكوزاتيف ازاي اعمل بيها جمله صحيحه. الناس اللي هتتلخبط تستخدم ايش، الناس اللي تاني الناس اللي هتتلخبط تستخدم ايش. طب الناس اللي فاهمه القاعده كويس جدا ومتمكنين من الضمائر وتصريف الافعال تستخدم اع زي منى احمد، بس بشرط تصرف الفعل مع السوبجكت صح. يعني ما ينفعش اقول هنا ايش مشتت، لا ايش مشت خلاص، لان لو صرفت الفيرب غلط هتنقص، وننقص ليه؟ تمام. طيب لا هيجي اكوزاتيف، ليه هيجي اكوزاتيف يا حبيبي اللي بيسال، هيجي اكوزاتيف خلاص. كل الافعال دي بتعمل اكوزاتيف خلاص. ايش كاوف دن اودر اينن هوند، طيب
طيب نخش بقى على الصيغة التانية اللي ممكن نعمل بيها جملة. نخش على الصيغة اللي ممكن نعمل تاني بيها جملة. ممكن نستخدم صيغة زين. يعني ايه زين بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل نوميناتيف. زين بيعمل ايه؟ زين بيعمل ايه؟ بيعمل نوميناتيف. خلاص زين بيعمل نوميناتيف. يعني الافعال دي كده هو بتعمل اكوزاتيف. بتعمل ايه؟ اكوزاتيف. تمام. طيب هنا زين بيعمل نوميناتيف. تمام. بيعمل ايه؟ نوميناتيف. واحنا خدنا الفرق بين النوميناتيف والاكوزاتيف. نوميناتيف يعني الاداه زي ما انت حافظها بتحطها زي ما هي، ما بقى فيش حاجه بتتغير. ممكن استخدم بقى الفورم ده. الفورم ده سهل جدا للناس برضو اللي ممكن تتلخبط. يعني بدل ما انت تقول ايش هابو اين كاتسه اودر دي كاتسه، انت ممكن تقول داس ايست اين اودر دي كاتسه، هذه تكون قطه. خلاص تمام. داس ايست اين اودر دير. هنا هو دير واين مش اينن ولا دن. ليه؟ عشان فيرب زين بيعمل نوميناتيف. خلاص. بس خدوا بالكم بقى هنا كويس معايا ان في صيغتين للداس ايست. داس ايست يبقى سنجولار. الكلمه اللي تيجي بعد داس ايست سنجولار. يعني ايه افرو ايميل؟ هو احنا مش عندنا ثلاث ادوات مفرد اللي هو الدير والداس والدي، وبعد كده عندنا واحده بس للجمع. اي كلمه تحت عمود اللي هو الدير او الداس او دي سنجولار تاخد داس ايست. داس ايه؟ ايست. طب لو كلمه جمع زي مثلا هنا رال شوه ادتها دي برورال، يبقى داس زند. تمام. حد عنده اي استفسار؟ اللي عنده اي استفسار في الشات اهو. داس ايست اينو اودر دي كاتس. يبقى انا الجملتين ينفعوا. انا ممكن اقول ايش هاب اين كاتس اودر دي كاتس، او داس ايست اينو اودر دي كاتس. مش فاهمه؟ طيب تاني نخ اين مال. احنا قلنا في طريقتين ان انا ممكن اعمل بيهم زاتس. هيجيلك بيلد وانت هتعملي جمله تحت الصوره. تمام. طيب اول نوع احنا قلنا هنستخدم الاكوزاتيف. الافعال بتاعه الاكوزاتيف اللي هي ايه؟ هابن مشتن براوخن كاوفن ايش فون شميع. خلاص. طيب لما نيجي نستخدم الافعال دي هنعمل ايه؟ هنركز في الكلمه. اداه الكلمه. الكلمه لو ادتها مثلا دير هتتغير، هتبقى دن او اينن. صح. طيب لو ادتها داس او دي او دي، مش ايه؟ مش هتتغير. دي الافعال دي اللي هي بتعمل اكوزاتيف. خلاص. طيب ممكن نقول الجمله بس بالنوميناتيف. انا مش حافظه او متلخبطه، مش عارفه اقول الافعال بتاعه الاكوزاتيف، مش عارفه، متلخبطه فيهم، مش عارفه اصرفهم. نضيع الدرجه؟ لا مش هنضيع الدرجه. هنعمل ايه؟ عندنا صيغتين. داس ايست ماشي بتاعه المفرد، اودر داس زيند بتاعه برال اللي هي الجمع. طيب لو انا قلت داس ايست اودر داس زيند هحط اداه الكلمه زي ما هي. خلاص مش هنغير. اهو تسوم بايش بيل داس ايست اين اودر دير هوند. لو انا كنت هعملها بالصيغه الاولانيه بتاعت هابن او مشتن او براوخن او كوفن كنت هقول ايش هاب اينن اودر دن هون. صح. طيب لو انا حاسه انها هتلخبط، مش هعرف اقول دن، مش هعرف اقول اي او اينن، مش هعرف اقول هاب او براوخه، احط صيغه داس ايست. داس ايست واسم الحاجه بالاداه بتاعتها اللي في الصوره. جايب لك مثلا سون باي شبيل صوره كلب، يبقى اقول داس ايست اين هوند اودر داس ايست دير هوند. فاهمين؟ دي صيغه سهله جدا ما فيهاش لخبطه. طب الصيغه الاولى دي للناس اللي هتفهم يعني ايه سوبجكت وتعرف تصرف الفعل وتعرف تختار الضمير مع الفعل كويس وتعرف تغير اداه الكلمه في حاله الاكوزاتيف. طب اللي مش هيعرف يستخدم داس ايست اودر داس زند. طيب يا فرو ايمان انهي ايه داس ايست وداس زند؟ هذا يكون ودي بتاعت الكلمه المفرد اللي هي دير او داس او دي. مش احنا عندنا اربع ادوات دير وداس ودي ودي برورال؟ الكلمات اللي ادتهم دير وداس ودي هنستخدمها بداس ايست. طب اللي ادتهم دي برورال هتبقى داس زند عشان جمع. خلاص. في اي استفسار تاني؟ طيب اهو دول كده عشان مفرد داس ايست داس ايست، هنا عشان جمع داس زند دي رول شوه.
وهنا ليه ما استخدمناش اين عشان احنا عارفين ان الجمع ملهوش unbestimmt article، ملهوش اداة نكرة، عشان هنا عشان كده انا كتبت هنا دي. تمام؟ اي استفسار في الشات يا اولاد؟ زيار جود. طيب زيار جود، كله كده فاهم؟ يبقى انا عندي طريقتين ان اعمل بيهم جملة تحت الصورة، لا اما استخدم الافعال بتاعة الاكوزاتيف ماشي سوبجكت، وخليكوا في ايش عشان ما تتلخبطوش، ايش والفعل وبعد كده الحاجه دي. طب الحاجه دي لو اداه دير بغير الاداه مع الفيرب. تاني طريقه داس ايست مع المفرد، داس زيند مع الجمع، خلاص وانت حافظ الكلمه بالاداه بتاعتها. داس ايست اين اودر داس بوبن هاوس، داس ايست اين اودر داس بوبن هاوس، داس ايست اين اودر داس بوخ، هذا يكون كتاب او هذا يكون الكتاب. ها حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا ولاد؟ لا ما تكتبش ال 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 البي ال عشان احنا بنبقى عارفين ان هي دي برقع. اهم حاجه تبقى مصرف والفعل مثلا معاها صح وتبقى كاتب الجمله صح. خلاص ماشي يا ولاد كله تمام. طب زي الفل. طيب داس ايست اين اودر داس بوخ، هذا يكون كتاب او هذا يكون الكتاب. يبقى انا ينفع استخدم اون بشتمت ارتكل اودر بشتمت ارتكل، اداه معرفه او اداه نكره في الجمله، انت حر. خلاص داس ايست اين اودر دي اور، هذه تكون ساعه او هذه تكون الساعه. يبقى انا ممكن اقول ايه؟ انا ممكن لو جاب لي صوره ساعه انا عندي طريقتين للحل، لا اما اقول الطريقه السهله جدا اقول داس ايست، داس ايست واداه الاداه بتاعت الكلمه والكلمه اللي في الصوره. طيب الناس بقى المحترفين شويه يعملوا ايه؟ يبقوا مميزين، ايش وبعد كده استخدم فيرب من افعال الاكوزاتيف، ايش هاب كوف بكم بروخ ايش فون شميا، والاداه وبعد كده الكلمه. بس لاحظ هنا ان الاداه هتتغير في حاله الاكوزاتيف، بس مش اي اداه، دي اداه الكلمه اللي اداتها ديت بس. كله تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفتكم ازاي تعملوا جمله في النوميناتيف والاكوزاتيف. ننزل بقى تاني تحت كده، ما ننساش الكينج بقى اللي هو فيرب كونن اللي هو يستطيع. فاكرين خالص كانت في تقريبا في التاني سيشن كنا واخدين داس فيرب كونن، وقلنا ايه هو فيرب كونن ده؟ ده مودال فيرب، مودال فيرب، وقلنا شكل الجمله بيبقى عامل ازاي مع المودال فيرب ده. طب يا فروق ايمان هنستخدمه امتى؟ طب ما انت مديانا صيغتين فوق، ما احنا نستخدم اي حاجه من الحاجات دي. هقول لك يا سيدي استخدمها امتى. شفت الافعال اللي هي جايه مع فيرب كونن؟ هيجيب لك صوره منها عندك في البوكلت، فيرب كونن وافعال بتيجي معاه، الافعال اللي بتيجي معاه دي هيجيب لك صوره منها، فانت لازم تستخدم معاها فيرب كونن. خلاص لازم تستخدم معاها فيرب كونن ماشي. ايش كان، وتحط جوت او زير جوت براحتك. انا استطيع سوم بايشبيل مثلا، سوم بايشبيل. طب هي بتتكون من ايه؟ سوبجكت مودال فيرب اللي هو كونن بس متصرف مت ايه؟ متصرف. ريست ديزاتسس وبعد كده ام اند كومت انفينيتيف، الايه؟ الفيرب اللي انت اصلا حافظه في المصدر. تمام؟ وركزوا معايا يا اولاد، هيجي لكم ان شاء الله في الامتحان مش هيجيب لكم اي صوره خارج البوكلت، الصور اللي هتيجي كلها من داخل البوكلت. تمام؟ انت عندك فيرب كونن تحتيه في البوكلت، تحتيه مجموعه افعال، وبعد الافعال دي جايب لك صوره الافعال دي، وانا كنت حاطاه في الـ في الـ في الباوربوينت. خلاص طيب، فانت مثلا عارف ان اللي ماسك الكتاب ده بيعمل ايه؟ بيعمل لازم. طيب يبقى نحط ايش اللي هو السوبجكت، وبعد كده المودال فيرب اللي هو كونن بس متصرف مع السوبجكت، ايش كان. طب اللي عايز يقول اير وزي واحمد ومنى يقول، بس لو مش هيتلخبط تمام. ايش كان جود اودر زير جود، كويس او كويس جدا. دويتش، خلينا في دويتش عشان ما تتلخبطوش، دويتش ليزن، انا بعرف اقرا الماني كويس جدا. طيب لو جاب لك مثلا صوره واحد راكب بعجله هتقول ايه؟ ممكن تقول ايش وممكن تقول اير. انا قلت اللي عايز كده تمام، اتس اوكي. اللي مش حابب ومش مش عايز يتلخبط يستخدم صيغه ايش. تمام؟ اللي عنده اي استفسار يلا يا ولاد عشان قربنا يعني خلاص بنفنش. ايه كان زير جوت رات فارن، طبعا انتوا عارفين فيرب رات فارن هتحطه في رقم 2 فيرب كونن بس متصرف مع السوبجكت، وفي النص زير جوت والفعل اللي انت حافظه. خلاص تمام.
احنا يا ميس احنا بنحط ليه كونن علشان الافعال دي بتيجي مع الصور بتاع الافعال دي بتيجي مع فيرب كونن. فاكر يا حبيبي في البوكلت هتلاقي كده اهو تحت القاعده بتاعه كونن هتلاقي افعال بتيجي مع فيرب كونن لانها بتدل على الفيش كايتن القدرات هوايات انا بعرف اعمل الحاجه دي خلاص علشان ما تتلخبطش. الافعال اللي بتيجي تحت فيرب كونن لازم تستخدمها مع كونن عشان ما تتلخبطش في تصريفها لان الفيرب هيتحط زي ما هو زي ما انت حافظه اخره ان تمام. ايه هو اللي هيتصرف؟ فيرب كان كونن قصدي انشيلد جونج فيرب كونن خلاص هتصرفه مع ايش وبعد كده تقوم رامي في اخر الجمله الفعل اللي انت اصلا حافظه تحت الفعل بتاع كونن صح مش في البوكلت فيه فيرب كونن ومتصرف وبعد كده مجموعه افعال بتيجي معها. طيب الافعال دي بقى تحفظها كويس جدا لو لقيت اي صوره بتدل على الافعال دي على طول ايش وكان ووت اودر زير جود والفيرب اللي انت حافظه واحد بقرا يبقى ليزن واحد راكب عجله يبقى رات فارن خلاص. طيب تمام كده يا حبيبي يلا عشان بنفنش اللي عنده سؤال بنفنش. طيب تعالوا هنا كده بقى اخر صيغه عندكم المأكولات اخر صيغه يبقى انا عندي اربع طرق اعمل بيهم جمله. اول حاجه اكوزاتيف تاني حاجه نوميناتيف تالت حاجه فيرب كونن اللي هو كان ايش كان زير جود والحاجه قصدي يعني دويتش مثلا او خلونا مثلا في دويتش ما نتلخبطش وليزن لو اي فعل تاني بنحطه برضو. طيب رابع صيغه بقى المأكولات المفروض ناخدها ايش ترينك جير انا بحب اشرب وتحط المشروب اللي هو جاي يعني مثلا جاب لك صوره زفت عصير يبقى ايش ترينك جير زفت ادي جمله سهله جدا. طيب الجمله الثانيه بتاعت الحاجات اللي بتتاكل بقى ايش اسا جير هامبرجر ايش اسا جير بيتزا يبقى دي مع المشروبات والمأكولات. ايش ترينك فاسر الكلمات هناخدها في الفصل ان السيشن قرب يخلص انا كنت هديلكم النهارده بس للاسف السيشن قرب يخلص فركزوا معايا كده. اخر فورم ممكن نعمل بيه جمله ايش ترينك جير وحط الحاجه اللي بتتشرب ايش اسا جير وحط الحاجه اللي بتتاكل لو جاب لك مثلا صوره ميه يبقى ايش ترينك فاسر ادي جمله صح جدا. طب لو جاب لك صوره بيتزا ايش اسا جير بيتزا خلاص يلا يا اولاد عشان بنفنش. جير يعني بكل سرور يعني بحب خلاص. دير بتاخد ارتكل هو كله ايه انا مش فاهمه. جير يعني بكل سرور هو كله دير كله دير ايه يا حبيبي مين اللي بيسال كله دير؟ لا هنا مفيش ادوات ولا اي حاجه انت بتحط ايش وفيرب كونن بتصرفه مع ايش وزير جوت وبعد كده الفيرب اللي انت اصلا حافظه اللي هو بيدل على الصوره لو جاب لك حد بيقرا يبقى لازم انت المفروض حافظ الافعال لازم شبرانكن راتشفارن شلافن ايا كان ايه بقى الافعال اللي بتيجي مع كونن خلاص. هو لازم نحط جر يستحسن تحطها خلاص. طيب تعالوا نشوف الباي شبيله يلا عشان بنفنش خلاص فاضل دقيقتين اهو جايب لك صوره قطه تتعمل بكذا طريقه انا ممكن اقول ايش هاب اينا كاتسا اودر يلا انا هفتح عليكم الصوت يلا اللي عايز يشارك يلا سامعيني ايش 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 هاب اينا كاتسا انا ممكن اقولها بطريقه ثانيه داس ايست اينا كاتسا ايش بكوما اينا كاتسا ايش براوخا اينا كاتسا ايش مشت اينا كاتسا ايش فونشميا اينا كاتسا صح مش كل دي افعال حافظينها ايش والفعل وكلمه كاتسا ممكن بدل اينا نحط ايه دي صح. طيب جاب لك صوره اهو صوره عصير انا قلت لك لو حاجه بتتشرب بقول ايش ترينك جير واسم ما بنحطش ادوات ها مع الحاجات اللي بتتاكل وبتتشرب ما بنحطش ادوات ما بنحطش ارتكل الكلمه على طول خلاص. ايش ترينك جير زفت انا بحب اشرب عصير او خلاص كده. يبقى لو عشان نسهل على بعض الهوايات اول ما تشوف الهوايات تستخدم معاها فيرب كونن اول ما تشوف حاجه بتتاكل او بتتشرب تستخدم صيغه ايش ترينك جير اودر ايش ازك جير تمام يلا حد بقى يكتب معايا دي داس ايست اين بوخ هذا يكون كتاب انا ممكن اقول ايه تاني ايش هاب ايش هاب اين بوخ
sehr gut هنا شال شال وأداة دير ich kaufe den oder einen شال أنا ممكن أقولها بطريقة تانية إيه هي ich habe den oder einen شال طب ممكن أقولها بطريقة النوميناتيف das ist der شال das ist der شال خلاص كده يبقى أنا عندي كذا طريقة طريقة للأكوزاتيف وطريقة للنوميناتيف طب الطريقتين التانيين لازم أستخدمهم مع الحاجات بتاعتهم اللي هي verb können لازم أستخدمه مع الأفعال اللي بتيجي مع verb können خلاص يا ولاد طيب المأكولات والمشروبات لازم إيش ترينك جير أو إيش إس جير لازم ينفعش مع الحاجات اللي فوق خلاص عشان متتكلم تمام يا ولاد تمام طيب هنا هو جاب لك صورة اللعبة ممكن أقولها بكذا طريقة عايزة بنت تجاوب بسرعة فاضل دقيقة يلا بسرعة Das ist ein Baum. أنا قلت بنت. أنتي اسمك إيه؟ Wie heißt du? ملك. يلا يا ملك. يلا يا ملك. Das ist أيوة. ein Gimbal. شاطرة. ليه بقى ما قلناش أينن عشان ده نوميناتيف. طب لو هنقولها بالأفعال اللي بتعمل أكوزاتيف يا ملك هتبقى عاملة إزاي؟ Ich habe. شاطرة. Sehr gut. زير جوت يا ملك زير جوت يلا عايزه ولد دي ال- ال- الصوره دي في الكلمات اللي انتم خدتهاش لسه معناها متس واداتها دي متس يعني قبعه بتاعه الشتاء واداتها دي طيب هتبقى عامله ازاي عايزه ولد ولد ايه ممكن اقول داس زير جوت او ممكن اقول داس ايست اينا متس زير جوت زير جوت طيب هنا اهو حد ده بيعمل افعال الايه حد بيتسلق ده ده فعل ايه فعل ايه عايز حد من البنات يلا انا يلا في عايز تدو اير كان زير جوت كليتر زير جوت في عايز تدو حبيبتي ساره محمد ساره محمد شاطره جدا يا ساره انت حافظه ان الفعل ده يتسلق وشفتي الصوره بتدل على ان واحد بيتسلق حاجه فخلاص انا حافظه الفيرب اللي هو كليتر وعارفه ان الفيرب ده بيجي مع فيرب كونن بس فيرب كونن بيجي رقم 2 وده بيترمي في اخر الجمله وبحط في النص زير جوت يعني ايه كويس جدا طيب هنا عايزه ولد يلا بسرعه فاضل دقيقه شنال داس ايست اينا انا ممكن اقولها بكذا ممكن اقولها بكذا طريقه في عايز تدو حبيبي اسمك ايه ياسين تمام طيب يبقى داس ايست اينا او داس ايست اينا او طب عايزه بنت ولا حد يقولها لي بطريقه ثانيه بطريقه الاكوزاتيف يلا اسمك ايه عايز تقول ايش هابي زير جود طب انا ممكن استخدم فيرب بدل هاب ننوع ممكن اقول ايش كاينج ايش بوشتي مشت زير جود ايش براوخه ايش فون شاميه مش بكومة إز جبت خلاص طيب الطبق ده الطبق ده يا ولاد طبق سلطة بطاطس اه زير جود كارتوفل زلات طيب دي حاجة بت ايه بتتاكل يبقى اقول إيش إس جان كارتوفل زلات أنا حافظاها إيش إس جان كارتوفل زلات محدش يجود فيها عشان ما تتلخبطوش طيب هنا سكيت بورد اين سكيت يلا حد من الولاد اين سكيت بورد طب انا ممكن اقولها بطريقه الاكوزاتيف هتبقى ايه ايش بوشي ميس اين سكيت بورد زير جود زير جود كله فاهم يا شباب كله فاهم طيب الحته بتاعت الهوايات دي في ولد بيسالني في الشات بيقول لي الهوايات يا ميس عاديها يلا عشان فاضل اقل من دقيقه يا حبيبي فيرب كونن كل الافعال اللي بتيجي اللي في الصفحه اللي بتيجي معايا لازم تستخدمها مع فيرب كونن كان سومبا يشبيل كان في افعال ايه كان في مثلا لازم كان في كليتر كان في شبرنكن كان في راتش فارن كان في هاند ستاند مخي يعني لو شفت واحد واقف على ايده سنه واحد واقف على ايده على طول